انا خايف يا زمار. بابا كده طيب. زمار احنا لابسين دي ليه؟ خبي عشان نتنكر لو هم خرجت علينا ما تعرفناش. عندك حق. اسمعوني كويس، امي دلوقتي في الحمام، قدامنا 29 دقيقة وواحد وتلاتين ثانية والعملية تبقى انتهت. ايش معنى 29 دقيقة وواحد وتلاتين ثانية؟ انا شفتها في اليوتيوب كده، محدش يبلشني. اخلص حبيب. في ايه؟ بتوترني ليه؟ خايف وانا لسه قلتلك حاجة. مش عايز اموت. غبي! انت جاي لحد هنا وتقول لي مش عايز اموت، انت هتكمل. هتقف عند الباب. لو حسيت ان امي جاية هتزمر لنا. يلا. ربنا معاك قطان. يلا. انت هتوسعها ليه؟ يلا يلا. يا زمارة لازم نقشط الأوضة دي كلها في 15 دقيقة. والأم دخلت بالبتاعة اللي في إيدك دي وعلى راسها كده هتموت. قضاء وقدر. بتهون عليك أمك يا زمارة؟ أيوة. أنا ما تهونش عليا، لا دمي برضو شالتني 13 شهر ببطنها. خبي كمان مش عارف تحسب شريطك قد إيه. نسيت يا سلقيه، نسيت ان امك دي بتاكل اكلنا وبتشرب شربنا. فاكر لما كانت بتجيب اللحمه توزع علينا السمين وتاكل هي اللحمه الحمراء؟ فاكر لما كانت بتعمل موز باللبن كانت تشربه على بق واحد واحنا نلحس في الخلاط؟ خلاص يا زماره، امي اول ما تخش بالبتاعه دي في قلبها. ايه ده؟ ايه ده؟ ويهون عليك امك عسلية. اه تهون، يا ما تعبتنا. هي كانت بتدعي لي الدعوه بفلوس، كانت تقول لي واد عسلية روح ربنا يكرمك ب 45 جنيه 46 قرش. كانت لما تقول لي واد عسلية وروح يا رب حبيب في خلقه كانت بتاخد 70 جنيه 46 قرش. يبقى دي ست ديت يا زمارة؟ لا تبقى دي ست يا زمارة. يا راجل ده الشحات بديله نص ابن بيجريني يا داعية. خلاص يا زمارة، احنا نقتلها وبعد كده نسرقها. لا احنا نسرقها فتموت بحسرتها. وتهون عليكم امك يا زمارة. لا ما احنا نأجل السرقة بقى كده، مش هنسرق. بس انا خايف بصراحة. يلا يا مباهيك، فين البشكير؟ لا خرب بيتك، ده انت بتلي زي قلتك. ايه ده؟ ايه ده؟ خير ان شاء الله. هو انت دايما كده عامل زي البورصه، الاقيك في الحمام الاقيك هنا في الحيطه، في ايه؟ ايه اللي مدخلك عند اوضتي هنا؟ انت مين يا ده؟ انا شفتك قبل كده ولا مين يا بنت؟ ولا انت مين؟ ايه؟ انا حبيبي ابن ظريف. ظريف ولا زفت الطين على دماغك؟ بلا ظريف بلا لطيف، دمه تقيل انت وهو. ايه اللي مدخلك عندي الاوضه؟ فهمني وقول بسرعه وانجز بدل ما اقتلك. اقول لحضرتك انا داخل اعمل ايه؟ وتمشيني؟ امشيك مشاش في ركبك؟ لا طبعا، لان انت داخل بنيه مش سليمه، يا اما تحرش يا اما سرقه، ولازم اقتلك. لا زمارة وعسلية جايين يقتلوكي. ايه؟ انت بتقع بيني وبين ولادي؟ ها يا كذاب؟ ومستخبين هنا ورا الباب. ولادي؟ انت بتتكلم جد؟ والله العظيم معناه انك تسرق معانا تاني. يا كذاب! وحياة امك انت وهو؟ يا كذاب وشرب معاكوا تاني؟ انتوا جايين تقتلوا امكوا؟ لا لا والله العظيم احنا جايين نسرقك. تسرقني كمان يا نصاب يا نوري؟ وانت بتهبب ايه؟ انا ياما جاي عجاي ضيفت امي عليك، وحشتني ياما والله. ايوه بقى اللي في ايدك ده بتطمن عليا؟ ده مفك وبنسى ياما والله. مفك عيد ميلادك ياما. وحياه امك مفك هفك بقى بيه عن نفسي، والبنسى احطها في شعري. يلا يا نصاب. وانت واد اللي في ايدك ده هابي فالنتاين ياما. هابي فالنتاين على دماغك ودماغ اللي خلفوه. اه ما هي دي ادوات الجريمه، وانا مش هسيبكم بقى. مين اللي وزنكوا على عامله الصوره دي؟ انا اقول لك الحقيقه يا ام. قول. انا كنت عايز الاوضه، الواد عسليه جاني وسوس لي كده ورحالي ما تيجي نسرق امك. قلت له لا يا عسليه بلاش امي عسليه. قال لي في ايه لما نسرقها؟ امك حرمانه من الفلوس. راح جاي يهزني ياما نفسيا وخلاني اجي اعمل كده. اصدق والله العظيم كذاب كذاب. اقول لك الحقيقه يا ام. والله العظيم الحقيقه احنا كنا قاعدين كده يا ام. هو الواد ده ما تعالوا اسرقوا امكم. لا
زماره زماره كده قال لي انا بكره ماما، انا عايز اقتل ماما. كذاب. لا يا ماما، اقول لك الصراحه، الشيطان الشيطان ده خلينا احنا التلاتة قلنا انتوا قاعدين بتعملوا ووسوس لنا. والله انا هصلي ركعتين واستغفر. اخرس، ده انت الشيطان يستعر منكو، الشيطان يتعلم منكو استفالة يا عدمات التربية. اقعد انا وانت وهو، ده انتوا مش هتتعلوا ولا تعالى تعالى تنيل واخواتك البنات هنا. يا فتان يا فتان يا فتان. انت وهو وهو وهو، والله لا اكون من ايامكم في الحجز انتوا التلاته. لا يا اما هتحبسي عيالك. اخرسوا عيال مين؟ وهو فعلا عايز يقتل امها وتسرق امها؟ هو انا ناقصه جنان؟ يا نهار اسود. زي ما انتوا سابس يا واد انت اهو. حاضر سابس. حاضر. اخس عليكم يا كلبه. انا اسفين يا ماما. اخرس. معلش يا ماما. مرات مش نافع حاجه برضه هحبسك. هتكلم هديها للراجل اللي على الباب عشان يبهدلك في الحجز. اخرسوا خالص عن مكالمة مهمة. انا النت فصل وما عرفتش اللي حصل في اليوتيوب. ما اسمعش حسكم. حاضر. الو. ايوه فندم، ممكن اكلم وليد بيه؟ ايوه انا مدام امبابة، بس صوتي متغير لاني مصدومة. ايوه مصدومة افندم، حتى وانا مصدومة صوتي حلو. وانت ازيك عامل ايه؟ لا بتتكلم جد؟ ايه ده؟ ثانية واحدة يا فندم. يلا انا معاك يا فندم. لا انا بس يعني كنت بفضفض شوية متضايقة، قلت اكلم حضرتك. هتشعر بالدوشة بقى. هي دي. انت متاكد ان ده المكتب عمرو؟ ايوه يا ابني، العنوان اللي في الكارت اهو. ولو ما طلعش هو يا ابني؟ ما اليافطه ايه وده معناه ايه؟ انت عارف بقى لو ما طلعش هو المكتب، المواصلات رايح جاي عليه. يا سيدي خلصنا، مش هو ده استاذك انت يا ستي؟ طيب طيب اتفضل خبط. يا رب استر يا رب استر. انا بقول لك ايه، ما تيجي نخبط ونيجي. يا جدع بقى انا مش ناقصك. ارفع ايدك على باب عمرو، هتغاب عليك يا زمارة اقسم بالله. خلاص بقى. مين الحمار اللي بيخبط؟ يا راجل بجد بقول لك ايه يا نعمان، اوعى تجنني. يعني ايه ما انتش ناقصه؟ ها قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ ها لا بص بقى، انا عايزاهم يدوخوا السبع دخان يا عمي. لا مش كله مره واحده. الله، واحده 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 بتجري لي، واحده واحده ورانا ايه؟ ايوه ايوه اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزاهم يدوروا على واحد واحد على شرط يبقوا كلهم مع بعضيهم مع بعضيهم عشان يحبوا بعضيهم. بقولك ايه، ما تخليهمش يعرفوا ان انا بكلمك خالص. اوعى ما تبقاش مجنون حبيبي يا استاذ فهيم. فهمني طبعا يا فهيم. ايوه، عشان بس معايا ناس، اول ما اخلص اكلمك. والله ما تقلق، قضيتك في ايد امينه، وامينه لسه ما ماتتش. عرفت بقى معايا زباين. اول ما اخلص هكلمك على طول، تكون عملت لي عشوه حلوه. يلا حبيب قلبي، مع السلامه. طيب يلا اسيبك معاهم، لعبهم يا ابو النعميم، لعبهم. انت اشتهل ها؟ اوكي يا اخويا ابعد بقى، ولا روح شوف لك شغلانه. الواد على ايدي عايز ارضعه، ده لقيته من ضمن اللي بدور عليهم. يلا اورفوار اتوتالور يا شيري، باي يا بوبي، باي. ماشي، لما اشوف انا ولا انتم يا ولاد امبابه.